احنا عدد الوحدات الشاغرة في مصر بتتراوح ما بين 12 ل 13 مليون وحدة سكنية شاغرة مقفولة. طيب ال 13 مليون او ال 12 مليون ده في المتوسط على حسب الاحصاءات اللي بتجيلنا سواء كانت من التعبئة العامة والاحصاء او الجهات الاخرى. الوحدات دي في منها في الريف وفي منها في الحضر. لو بنتكلم على الوحدات اللي موجودة في الحضر سواء كانت موجودة في المدن القائمة او المدن الجديدة، في منها وحدات عليها بعض النزاعات القضائية او الورثة او خلافه. فال 13 مليون وحدة سكنية لو احنا عملنا تصنيف ليهم هيطلع ان انا عندي 2 ل 2.5 وحدة مليون وحدة سكنية جاهزة ما عليهاش اي مشاكل جوه المناطق الحضرية. لو قدرنا نستغل هذه الرصيد السكني ونعيد استخدامه طبعا بالتنسيق مع مالكي هذه الوحدات هتحل جزء كبير من مشكلة الإسكان في مصر. احنا دلوقتي شغالين على الملف ده، يعني بعد يعني توجيهات فخامة الرئيس بدراسة هذا الملف، فاحنا شغالين عليه علشان نطرح مجموعة من الآليات اللي نقدر بيها نستفيد من الرصيد السكني ده. وزي ما بقول لحضرتك ده اللي هو اللي احنا بنقول جاهز ان احنا نشتغل عليه، انما ممكن بعد كده مرحلة تانية بعد تسجيل العقاري يبقى عندنا اكثر من فرصة ليكون عندنا رصيد سكني اخر. جزء من خطة الوزارة او خطة هيئة المجتمعات ان هي يكون في عندها رصيد من الاراضي او رصيد سكني علشان نقدر نلبي احتياجاتنا من التكاليف الخاصة بالمشروعات القومية اللي حضرتك بتقول عليه. هل عندنا أراضي وأراضي مرافقة؟ آه عندنا أراضي وخطة لترفقها، ولكن أرجع بقى تاني لسؤالك إن إحنا نوجهها للقطاع الخاص. دي ممكن ندرس هذا الموضوع، بس أنا على رأيي الشخصي إن هو هيكون صعب، لأن ملف المرافق الخاصة أنا بتكلم على المرافق السيادية، أنا مش بتكلم على المرافق اللي داخل المشروع، أنا برفق لحد كل مجموعة أراضي أو كل قطعة أرض. المرافق دي هي مسؤولية هيئة المجتمعات، لأن هي مسؤولية لأن هي مترتبط بمرافق المدينة، صيانتها وتشغيلها مرتبط بالمدينة، وبالتالي دايما الترفيق هتكون هي مسؤولية الدولة. لو هنشارك القطاع الخاص ممكن نشارك معنا القطاع الخاص عشان يشيل جزء من الأعباء، بس مش هيكون بمعنى أن كل واحد يرفق المرافق السيادية، لا هتكون مشاركة القطاع الخاص في الترفيق بس بطريقة مختلفة، بس هي طبعا كفكرة مطروحة يعني. الحصيلة الدولارية ب 2022 6.5 مليار دولار، منها 4 في 2024، بس ده طبعا قيمة الأراضي في 2023 اللي هي هيتم تحصيلها على مدار 7 سنوات أو أكثر يعني.